اخرتني اخرتها اخرتني اخرتها يا اخي اخرتها. اهلا يا طارق. جريمه القتل جوه هنا في المكتب والقتيل موجود في المكان. يبتدي المعاينه. يلا يلا. لا 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 خليك انت معانا هنا. قول يا وحيد، انا عايز اعرف منك ايه اللي حصل بالظبط ومين اللي كان موجود وقت اكتشاف الجريمه. دلاله هي اللي اكتشفت الجريمه وقالت لنا. يظهر ابراهيم بيه ان وحيد عنده كلام مهم قوي ممكن يفيدنا، صح يا وحيد؟ بقولك يا وحيد، مش يمكن يكون اللي قتل الدقاق هو نفسه اللي قتل جنة؟ يوسف هو اللي قتل جنة وهو اللي قتل ابوه برضه؟ وبحضورنا نحن طارق السيد رئيس نيابة الحرم، وجدنا جثة القتيل بمكتب بالدور الأرضي للفيلا، والقتيل جالس على المكتب، وتوجد بالمكتب نافذة تطل على الحديقة، وقد وجدنا أن النافذة مفتوحة وجاري رفع البصمات بالمكان. كما قمنا بمعاينة الجثة وتبين أنها قد تعرضت للخنق بواسطة حبل ما زال على رقبة القتيل، كما أن بها طلقا ناريا في منتصف الجبهة تماما وفقا للرسم الكروكي المرفق بمحضر المعاينة. والجثة لذكر في العقد السابع من عمره. سمر سمر فوق يا حبيبتي. يا سمر يا مالها يا حاجة؟ يا حبيبي يا وحيد، الحمد لله يا ابني، الحمد لله على سلامتك. هو اللي احنا فيه ده شوية يا ابني. سمر بلاش تروحي مني انت كمان، كفاية عليا جنة. سمر فوقي يا حبيبتي، فوقي. سمر ابتدت تفوق اهي. هي اللي قتلته بعد ما خدت كل اللي حلته خلصت عليه وقتلته. ايوه انا متاكده. ما تقعديش تقولي كلام وخلاص، استني شويه لما نشوف البوليس هيوصل ليه. هما بيعملوا ايه يا وحيد؟ بيعينوا الجثه وهياخدوا بصماتنا كلنا. سمر سمر يا حبيبتي انت كويسه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو مين اللي كان في المكتب تحت ده؟ مين اللي كان في المكتب؟ مفيش حاجة يا حبيبتي. مين اللي كان في المكتب ده؟ بابا؟ خلاص خلاص يا سمر. بابا اللي حصله كده؟ خلاص. بابا يا دوسة اللي حصله كده؟ اهدي يا حبيبتي. خلاص يا سمر ما تعمليش في نفسك كده. اهدي يا حبيبتي. اهدي. اهدي يا حبيبتي. ما حدش يخرج من الفيلا إلا بإذني، مفهوم؟ كلكم رهن التحقيق. الأوضة اللي فوق بتاعت مين؟ بتاعت سمر وإيهاب ويوسف والمرحوم. اشرف اطلع عين انت فوق وانا عين انا تحت. تمام. بس انت اهدي حبيبتي.
موت الأب متى يتحول الخيال إلى واقع؟